السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني قسم الالكترونيات بالمدارس الصناعيه اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم في بيتنا مدرسه ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعض في ماده الدوائر الالكترونيه وهناخد مع بعض درس جديد بيتكلم على البوابات المنطقيه في البدايه كده نعرف يعني ايه البوابات المنطقيه بنقول هي عباره عن دوائر الكترونيه إما أن تسمح بمرور المعلومات أو تمنع مرورها يعني معنى كده أن البوابات المنطقية إما أن يكون ليها خرج أو لا يعني يا إما يكون الخرج بتاعها أون أو أوف أو بمعنى تاني نقول عليها يا إما في حالة توصيل موصلة أو تكون في حالة إيه؟ فصل وبنعبر عن الإشارات المنطقية ديت بالإشارة الرقمية اللي هي عبارة عن الواحد والصفر يعني لما يكون في خرج فنقول عليها ايه ان الخرج هنا خرج منطقي قيمته بواحد او المستوى العالي ولو الخرج او البوابه ملهاش خرج نقول ان الخرج هنا ايه قيمته صفر تمام يبقى البوابات المنطقيه بيكون ليها الخرج بتاعها حاجه من اتنين يا يعني اما يكون الخرج واحد يا يعني اما يكون صفر يعني معناها انها تتعامل مع الاشارات الرقميه طيب في حاجة اسمها أنواع المنطق أنواع المنطق بينقسم لنوعين المنطق الموجب والمنطق السالب يعني إيه المنطق الموجب؟ بنقول إذا كان مستوى إشارة الخرج للبوابة بالنسبة للمستوى الواحد أكثر إيجابية من الصفر ففي الحالة دي نقول إن البوابة هنا بتعمل بمنطق موجب المنطق السالب هيبقى العكس يعني معناها بنقول إذا كان مستوى إشارة الخرج للبوابة بالنسبة للمستوى الصفر أكثر إيجابية من المستوى الواحد ففي الحالة ديت بنقول هنا إن البوابة ديت بتعمل بمنطق إيه؟ سالب أديكم مثال بسيط كده علشان نفهمها في عندنا بوابات زي مثلا بوابة أند وهناخدها دلوقتي بالتفصيل وهنعرف طريقة عملها بوابة أند لو الدخل بتاعها بواحد يعني المداخل بتاعتها وصلنا عليها اشارات منطقيه قيمتها بواحد فالخارج بتاعها هيكون بواحد في الحاله دي اقول ان البوابه هنا تعمل بمنطق موجب في بوابه تانية زي بوابه نوت لو وصلنا لها اشاره في الدخل قيمتها بواحد فالخارج هيكون بصفر والعكس لو دخلنا لها اشاره في الدخل قيمتها بصفر فالخارج يكون ايه بواحد فهنا في الحاله دي بنقول ان الصفر هنا اكثر ايجابيه من الواحد يعني معناها ان البوابه ديت تعمل بمنطق ايه؟ بمنطق سالب. تعالوا مع بعض بقى كده نبدا في انواع البوابات، اول بوابه اسمها بوابه اند او بالعربي بنسميها بوابه و. بوابه اند ديت بيكون ليها دخلين او اكتر وبيكون ليها خرج واحد. وبوابه اند بتقوم بعمليه حسابيه اللي هي عمليه الضرب علشان كده بتسمى برضو ببوابه الضرب يعني معناها ان اشاره الخرج تساوي حاصل ضرب اشارات الدخل تعالوا مع بعض كده نبص على الشاشه ونشوف الكلام دوت واحده واحده تعريف اللي احنا قلناه في البدايه البوابات المنطقيه هي دوائر الكترونيه تعمل في حالتين اما ان تسمح بمرور المعلومات او تمنع مرورها لذلك بيكون خارج البوابه المنطقيه له مستويان المستوى العالي اللي هو الواحد والمستوى المنخفض اللي هو الصفر ودي بنمثلها طبعا بالاشاره الرقميه اللي هي عباره عن النبضات المربعه زي ما احنا شايفين كده الاشاره لما يكون الجهد بتاعها منخفض تحت فنقول عليها المستوى صفر ولما يكون جهدها عالي فوق فنقول ان الاشاره هنا قيمتها بايه؟ بواحد او المستوى المنطقي العالي. انواع المنطق المنطق الموجب ولسه قايلين معناه اذا كان مستوى اشاره الخرج للبوابه للمستوى واحد اكثر ايجابيه من المستوى الصفر. فهنا نقول ان البوابه تعمل بمنطق موجب. طب النوع الثاني اسمه المنطق السالب وده هيبقى العكس اذا كان مستوى اشاره الخرج للبوابه للمستوى صفر اكثر ايجابيه من المستوى الواحد. طيب بوابة أند بقى بتسمى بوابة الضرب لأن إشارة الخرج تساوي حاصل ضرب إشارات الدخل وزي ما قلنا إشارات الدخل لا يقل عن دخلين يعني بوابة أند ليها دخلين أو أكثر ممكن ثلاث مداخل ممكن أربع مداخل بيتم تمثيل بوابة أند في الدوائر الكهربية بعدد من المفاتيح موصلة بالتوالي في دائرة كهربية والمفاتيح دي بتعبر عن إشارات الدخل زي ما إحنا شايفين قدامنا كده آدي دايرة كهربية بسيطة اللي هي اللي على اليمين فيها بطارية ومفتاحين هنسميهم A و B متوصلين على التوالي يبقى المفتاحين دول هيعبروا عن إشارات الدخل المفتاح لما يكون فاصل يبقى صفر ولو كان موصل هيبقى بواحد ومتوصل معاهم لمبة في الخارج. فنبص كده الفكرة بتاعتها بسيطة جدا لو المفتاحين في الجدول بقى اللي على الشمال اللي بيوضح لي فكرة العمل بتاعتها أنا عندي داخلين خلاص A و B. لو الاثنين مفصولين يبقى المفتاح الأولاني فاصل والثاني فاصل فيش طيار هيمر وبالتالي حالة المصباح يكون غير مضيء طيب لو المفتاح الأولاني واصل موصل يعني والثاني فاصل برضو الطيار هيجي هنا وهيقف مش هيوصل وبرضو في الحالة دي المصباح يكون غير مضيء ولو عكسنا المفتاح الأولاني فاصل والمفتاح الثاني اللي هو بيه واصل برضو الطيار مش هيمر والمصباح برضو يكون غير مضيء لو بقى المفتاحين موصلين الطيار هيمر إلى المصباح والمصباح يضيء يعني معنى كده أن لازم المفاتيح كلها تكون مت... تكون في حاله توصيل عشان الطيار يمر ويكون في عندي خرج طيب نروح كده نشوف الرمز المنطقي بقى وجدول الحقيقه لبوابه اند ده الرمز بتاع البوابه زي ما احنا شايفين ليها دخلين بيتعملوا على اليسار اللي هم ايه و ب والخرج على اليمين اللي هو اسمه واي التعبير البوليني او العلاقه الرياضيه بتاعه بوابه اند بنقول الواي تساوي A في ب يعني حاصل ضرب اشارات الدخل طيب لو بصينا بقى للجدول جدول الحقيقه بيوضح لي جميع الاحتمالات الممكنه لاشارات الدخل يعني احنا ممكن نوصل اشارات الدخل شكلها هيبقى ايه طيب دي بنعرفها ازاي ببساطه جدا انا كاتب لك فوق اهوت عدد الاحتمالات يعني الجدول دوت هنكتب فيه كام احتمال على حسب اشارات الدخل فبنقول عدد الاحتمالات يساوي 2 أس إن وإن هو عدد المداخل طب البوابة اللي قدامنا دي عدد المداخل بتوعها 2 يبقى معنى كده إن عدد الاحتمالات 2 أس 2 يبقى بأربعة يبقى أنت هتيجي في الجدول هنا وتكتب أربع احتمالات تحت بعض طب الاحتمالات برضو بطريقة سهلة هتيجي أنت عند الدخل الأولاني اللي هو الـ A وروح كاتب صفر واحد صفر واحد طب الدخل الثاني هنغير بقى هنروح كاتبين صفرين وواحدين دول هيبقوا ثابتين اشارات الدخل ديت خلاص زي ما انت شايف كده في كل انواع البوابات هنكتبهم هما هما. لكن اللي بيتغير مين اشاره الخرج طيب اشاره الخرج بقى انا مش عايزك برضو تحفظها تفهمها هتجيبها ازاي احنا قلنا ان بوابه اند خرجها يساوي حاصل ضرب اشارات الدخل تعال واضرب بقى كده قول صفر في صفر هيساوي صفر، يبقى ده الاحتمال الأولاني. يعني. طب الاحتمال الثاني؟ واحد في صفر برضه بصفر. طب الاحتمال الثالث؟ صفر في واحد برضه بصفر. طب الاحتمال الأخير الرابع واحد في واحد يساوي واحد. يبقى معنى كده إن بوابة آند عشان الخارج بتاعها يكون واحد، لازم تكون جميع المداخل تساوي واحد. و قوانين الجبر البوليني اهوت لعمليه الضرب ماشي الاولانيه بنقول ايه في صفر بصفر الايه طبعا يعني اي اشاره سواء كانت بواحد او كانت بصفر اي حاجه مضروبه في صفر لازم الناتج يكون صفر الثانيه الايه في واحد هتساوي ايه يعني اي حاجه هنضربها في واحد هتبقى بنفسها طيب ايه في ايه يعني الاشاره مضروبه في نفسها هتطلع هي برضو نفس الاشاره يعني معناها مثلا الإيه لو بواحد يبقى واحد في واحد بواحد طب لو كانت صفر يبقى صفر في صفر بصفر طيب الأخيرة ايه في ايه داش يعني الإشارة في عكسها ايه داش الداش ديت يعني معناها العكس يعني لو كانت الإيه بواحد يبقى ايه داش بصفر يبقى نقول واحد في صفر تساوي ايه تساوي صفر طيب تعالوا نروح للدايرة الإلكترونية لبوابة أند زي ما انتم شايفين كده الدايرة بتتكون من إيه؟ من موحدين موصلين مع مفتاحين أهمت اللي هما بيعبروا عن الدخل خلاص المفتاح الأولاني ليه وضعين اللي هو واحد وصفر والمفتاح الثاني برضو ليه وضعين طيب ومقاومة اللي هي R ومتوصلين ببطارية جهدها 6 فولت طيب لما نيجي نقول بقى طريقة عملها فنقول إيه؟ إذا كان أي من الدخلين إيه وبي اللي هما المفتاحين دول موصلا مع الأرضي اللي هو الصفر في الحالة ديت الثنائي الموحد يعني الموحد يكون موصل في انحياز أمامي وينساب الطيار خلال المقاومة يعني المفتاحين دول لو أي مفتاح منهم أو الاثنين متوصلين على الوضع صفر الصفر دوت اللي هو الأرضي فهيكون الموحد في انحياز أمامي هيمر الطيار كده من البطارية للمقاومة للموحد خلاص ويكمل إيه؟ الدايرة. فبالتالي جهد الخرج في الحالة ديت اللي هو الواي هيكون هو الجهد على أطراف الثنائي وده جهد صغير حوالي سبعة من عشرة فولت وده يقابل المستوى المنخفض. أما بقى إذا كان كلا من المفتاحين أو الداخلين اللي هما ايه و موصلا مع البطارية اللي هي على الوضع واحد. ففي الحالة ديت هيكون الموحد في انحياز عكسي ولا يمر الطيار ويكون جهد الخرج اللي هو الواي هيساوي جهد البطارية خلاص اللي هو تقريبا في الحالة دي هيبقى تقريبا ستة فولت خلاص ويقابل المستوى العالي اللي هو الواحد نروح كده كلام اللي إحنا قلناه قدامنا على الشاشة اهو بنقول إذا كان أي من الدخلين A و B موصلا مع الأرضي فإن الثنائي الخاص بهذا الدخل يكون في حالة انحياز أمامي وينساب التيار خلال المقاومة ويكون جهد الخرج هو فرق الجهد على طرفي الثنائي اللي هو حوالي سبعة من عشرة فولت لأن الثنائي هنا كان موصل في اتجاه أمامي فالجهد على أطرافه هيبقى صغير وهذا يقابل الخرج المنطقي صفر طيب النقطة الثانية هنعكس بقى نقول إذا كان كلا من الدخلين A و B موصلا مع البطارية اللي هي 6 فولت يعني المنطق واحد عند الدخلين فإن الثنائيين يكونان في انحياز عكسي ويكون جهد الخرج اللي هو الواي 6 فولت هو تقريبا 6 فولت وهذا يقابل منطق واحد يعني لو وصلنا الدخلين على الوضع واحد هيبقى الخرج بكام؟ بواحد طيب بوابة أند إحنا قلنا ممكن يكون ليها دخلين أو أكتر. طيب لو كان بقى البوابة اللي معانا اللي هي بوابة أند ليها ثلاث مداخل. هل الوضع هيختلف؟ نفس الكلام اللي إحنا قلناه في الدايرة اللي فاتت هينطبق برضو على البوابة اللي ليها ثلاث مداخل. يعني معناها هيكون في ثلاث إشارات في الدخل هنسميهم A و B وإشارة الخارج اللي هي الواي هتساوي حاصل ضرب المداخل. يعني هتساوي A في B في C تمام؟ تعالوا مع بعض نبص كده على جدول الحقيقة أو آدي الرمز المنطقي آدي البوابة بوابة أند وليها ثلاث مداخل A و وC و والخارج اللي هو Y الواي -Y هنا هتساوي A في B في C يعني نضرب الثلاث إشارات اللي في الدخل مع بعض طب عدد الاحتمالات اللي احنا هنعملها في الجدول كم احتمال احنا قلنا من شويه ان عدد الاحتمالات بنحسبها بقانون صغير بنقول ان عدد الاحتمالات تساوي 2 اس ان وان هو عدد المداخل يعني 2 اس 3 يبقى كام؟ 8 2 اس 3 ب 8 يبقى انت هتيجي تكتب في الجدول هنا 8 احتمالات تحت بعض عندك كام دخل؟ 3 A و B و C لما تيجي تكتب اشارات الدخل برضو بطريقه سهله جدا هتكتب ايه في الاول؟ 0 1 0 1 0 1 0 1 طب تيجي عند البي صفرين وبعدين واحدين صفرين وبعدين واحدين طيب السي ها نضاعف يبقى اربع اصفار وبعدهم اربع وحايد طبعا الكلام ده برضو الاحتمالات ديت هتبقى ثابته في البوابات برضو اللي هناخدها بعد دي لكن اشاره الخرج زي ما قلنا هي اللي بتتغير من بوابه لبوابه ثانيه واحنا لسه قايلين ان الواي هتساوي حاصل ضرب اشارات الدخل طيب اضرب كده صفر في صفر في صفر بصفر. اللي بعديها واحد في صفر في صفر بصفر. صفر في واحد بصفر. اي اي احتمال موجود فيه صفر، طبعا احنا قلنا ان الصفر في اي حاجه لازم ينتج صفر. يبقى كل الاحتمالات الاولانيه ديت ها هتطلع الناتج بتاعها ايه؟ صفر. لكن الاحتمال الاخير اشارات الدخل كلهم بواحد يبقى واحد في واحد في واحد هينتج كام؟ هينتج واحد. يبقى بوابه اند علشان الخارج بتاعها يكون واحد لازم كل اشارات الدخل تكون على المستوى المنطقي واحد. طيب تعالوا نروح تاني لبوابه تانيه اسمها بوابه اور او بيسموها بالعربي بوابه او. البوابه ديت بيسموها بوابه الجمع، يعني معناها ان هي بتقوم باجراء عمليه الجمع على اشارات الدخل. يبقى بوابة اند كانت بتضرب اشارات الدخل لكن بوابة اور بتعمل ايه؟ بتجمع اشارات الدخل عشان كده بيسموها بوابة ايه؟ بوابة الجمع ويسموها برضو بوابة ايهما او كلاهما يعني معناها لو اي دخل قيمته بواحد او الدخلين قيمتهم بواحد فالخارج في الحالة ديت هيبقى ايه؟ هيبقى بواحد تعالوا نشوف مع بعض تسمى بوابة أو ببوابة الاختيار أو بوابة أيهم أو الجميع يعني أي واحد من المداخل قيمته بواحد أو كلهم قيمتهم بواحد في الحالة دي بوابة أور هيبقى ليها خرج قيمته بواحد وتسمى أيضا ببوابة الجمع بيتم تمثيل بوابة أور في الدوائر الكهربية بإيه؟ بيتم تمثيلها بمفاتيح موصلة على التوازي زي ما احنا شايفين كده ادي المفتاحين اللي هم ايه و ب متواصلين على التوازي مع المصباح طيب الجدول بيوضح لي برضو طريقه عملها فلو المفتاح الاولاني اللي هو الايه فاصل والثاني فاصل مفيش تيار هيمر يبقى المصباح هنا هيكون غير مضيء طيب الاحتمال الثاني لو المفتاح الاولاني اللي هو الايه واصل موصل والمفتاح الثاني ب فاصل التيار هيمر من المفتاح A عشان هيكون موصل ويمر يروح للمصباح ففي الحالة دي هيكون مضيء الاحتمال الثالث لو المفتاح الأولاني اللي هو A فاصل والمفتاح B واصل الطيار هيمر من المفتاح الثاني اللي هو B لأنه هيكون موصل ويمر الطيار برضو إلى المصباح فيكون مضيء الاحتمال الرابع لو المفتاحين موصلين الطيار هيمر من خلال المفتاحين ال A وال B وبرضه هيروح للمصباح فيكون إيه مضيء يبقى معنى كده المصباح هيكون غير مضيء في حاله واحده بس لو كانت جميع المفاتيح او جميع المداخل بصفر الرمز المنطقي وجدول الحقيقه لبوابه اور اه شوفوا بقى الرمز بتاعها هنا مختلف عن بوابه اند طيب الدخلين بتوعها A و B الخرج Y وبرضه بوابه اور ممكن يكون لها دخلين او اكتر الخارج هنا اللي هو الواي يساوي ايه ايه زائد بي عمليه الجمع اهو طب نيجي نعمل الجدول جدول الحقيقه قلنا ان الايه ها الاحتمالات بتاعتها ما اربع احتمالات زي ما قلنا عشان داخلين اتنين بس طالما داخلين اتنين يبقى هنحط اربع احتمالات تحت بعض الاولاني صفر واللي بعديه واحد وبعدين صفر وبعدين واحد طب نروح عند البي صفرين وبعدهم ايه واحدين اشارات الدخلة هي ما اتغيرتش زي بوابة أند لكن الخرج بقى هو اللي هيتغير طيب نجيب الخرج ازاي؟ احنا قلنا هنجمع يلا نجمع كده مع بعض صفر زائد صفر هيساوي صفر طب واحد زائد صفر بواحد صفر زائد واحد بواحد طب واحد زائد واحد برضه هيساوي ايه؟ واحد الله في حد دلوقتي هيقول لي ده يساوي اتنين هو واحد زائد واحد يساوي واحد؟ احنا قلنا ان احنا بنتكلم على اشارات ايه؟ اشارات منطقيه والاشارات المنطقيه يعني اشارات رقميه ليها مستويين اتنين بس يا اما صفر يا اما واحد خلاص في دوائر الجمع بقى بيبقى لما بيكون في دوائر الكترونيه برضو بتقوم بعمليه الجمع فبنقول واحد زائد واحد ها قيمته بايه اه هتطلع واحد بس الواحد دوت قيمته باتنين يعني بيتحط في الخانه الثنائيه الثانيه فقيمته هتكون باتنين لكن لما بيجي يتكتب بيتكتب ايه واحد لان زي ما قلنا الرموز بتاعه النظام الثنائي هم رمزين اتنين يا صفر يا واحد عشان كده بنس... بنسميها بوابات ايه منطقيه وادي قوانين الجبر البوليني بالنسبه لعمليه الجمع ايه زائد صفر تساوي ايه ايه زائد واحد تساوي واحد يعني اي حاجه زائد الواحد هتساوي ايه تساوي واحد ايه زائد ايه تساوي نفسها الايه طبعا لو كانت بواحد يبقى يعني نقول واحد زائد واحد اه تساوي ايه؟ ايه يعني تساوي واحد برضو. طب لو كانت صفر يبقى يعني صفر زائد صفر تساوي ايه؟ صفر. الأخيرة إيه زائد ايه داش يعني ايه وعكسها. ايه داش يعني العكس، يعني معناها لو كانت الإب واحد بواحد يبقى واحد زائد صفر تساوي ايه؟ تساوي واحد. الدايرة الإلكترونية لبوابة اور اه أو نبص كده هنلاقيها تشبه الدايرة الالكترونيه بتاعه بوابه اند بس عملنا اختلاف بسيط الموحدين عكسنا اتجاههم ها هناك في الدايره بتاعه بوابه اند كانوا الموحدين باصين ناحيه اليسار والمقاومه اللي هي ار كانت موجوده فوق متوصله مع البطاريه نزلناها تحت وصلناها مع الارضي تمام طيب لما نيجي نشرح بقى طريقه عملها ببساطه برضو هنقول عند توصيل كلا من المدخلين أ و ب اللي هم المفتاحين دول يعني مع الأرض اللي هو المستوى صفر فإن ذلك يجعل الثنائيين في حالة انحياز عكسي يبقى الموحدين هنا هيكونوا في حالة انحياز ايه عكسي ولا يمر الطيار خلال المقاومة خلاص مفيش طيار هيمر كده في الموحدين ولا في المقاومة وبالتالي جهد الخارج اللي هو الواي هيساوي صفر يبقى المفتاحين دول الداخلين لو توصلوا على الوضع صفر فيش تيار هيمر هنا من الموحدين للمقاومه وبالتالي جهد الخارج هيساوي صفر العكس بقى بنقول عند توصيل اي من المدخلين اللي هم A وB او كلاهما يعني المفتاح واحد منهم او الاثنين لو وصلناه على الوضع واحد يعني بجهد البطاريه اللي هو 6 فولت اللي هو الجهد الموجب فالموحد في الحاله ديت هيكون في انحياز امامي ويمر التيار الى مين الى المقاومه ار وبالتالي جهد الخرج في الحاله دي اللي هو على اطراف المقاومه هيكون مستوى عالي يعني جهد كبير هيكون حوالي 5.7 فولت في حاله الجرمانيوم ولو كانت الثنائيات سيليكون هيبقى الجهد حوالي 5.3 فولت وده يقابل المستوى العالي اللي هو المستوى المنطقي الواحد اه ادي الكلام اللي احنا قلناه عند توصيل كلا من المدخلين A و B مع الأرض اللي هو المستوى صفر فإن ذلك يجعل الثنائيين في حالة انحياز عكس ولا يمر طيار بهما إلى المقاومة ويكون جهد الخرج عند الواي هو يساوي صفر يعني المستوى صفر أما بقى عند توصيل أي من المدخلين أو كلاهما اللي هما الـ A وال -B بالبطارية اللي هي الموجب 6 فولت يعني المستوى المنطقي الواحد يصبح الثنائي المتصل في الحاله دي في حاله انحياز امامي ويمر طيار الى المقاومه ويكون جهد الخرج اللي هو الواي يساوي زي ما قلنا خمسة وسبعة من عشرة فولت في حالة ثنائيات الجرمانيوم وفي حالة ثنائي السيليكون هيكون جهد الخرج خمسة وثلاثة من عشرة فولت وده يقابل المستوى المنطقي الواحد الرمز المنطقي وجدول الحقيقة لبوابة أور زي ما احنا قلنا برضو من شويه ان جميع البوابات المنطقيه ممكن يكون ليها دخلين او اكتر، يعني ممكن يكون ليها تلات مداخل، ممكن يكون ليها اربع مداخل، لكن الخارج بتاعها بيكون ايه؟ بيكون واحد. ما عدا بوابه واحده بس اللي هي اسمها بوابه ايه؟ بوابه نط او بوابه العاكس، بيكون ليها دخل واحد بس. يبقى نحفظ المعلومه دي كويس، بنقول جميع البوابات المنطقيه بيكون ليها دخلين او اكتر. يعني ممكن يكون ليها دخلين او ثلاثة او اربعة ما عدا بوابة واحدة بس اللي هي بوابة نط او بوابة العاكس بيكون ليها دخل واحد بس وخرج واحد تمام؟ تعالوا بقى نشوف بوابة اور اللي ليها ثلاث مداخل وجدول الحقيقة بتاعها بنقول الرمز المنطقي بتاعها قدامنا هو ليها ثلاث مداخل هنسميهم A و B و بتاعها Y الخارج هنا الواي هيساوي ايه؟ A زائد B زائد C، عشان احنا اتفقنا ان بوابه اور بتجمع اشارات الدخل. جدول الحقيقه هيبقى فيه كام احتمال؟ 8 زي ما احنا اتفقنا برضه، لان عدد المداخل 3، يبقى هنقول 2 أس 3 ب 8. اشارات الدخل برضه الـ A هنكتب 0 1 0 1 0 1 لحد الآخر، الـ B صفرين وحيدين صفرين وحيدين، الـ C 4 اصفار 4 وحايد. يبقى اشارات الدخل هنا برضو ما اتغيرتش لكن اللي هيتغير مين؟ إشارة الخارج إشارة الخارج هنا هنبقى بنجمع تعالوا نجمع كده هنقول صفر زائد صفر زائد صفر بصفر يبقى الاحتمال الأولاني بصفر طب الاحتمال الثاني الأيه لو بواحد ها يبقى واحد زائد صفر زائد صفر بواحد طب الاحتمال الثالث صفر زائد واحد زائد صفر برضو بإيه؟ بواحد يبقى أي احتمال خلاص من الاحتمالات الثمانية دول موجود فيه واحد واشارات الدخل الباقيه بصفار مفيش مشكله الخارجه هيبقى بايه بواحد لان احنا قلنا واحد زائد اي حاجه هتطلع بواحد والاحتمال الاخير برضو اشارات الدخل كلها بواحد واحد زائد واحد زائد واحد برضو الناتج هيبقى واحد يبقى معنى كده بوابه اور خارجها دايما هيكون بواحد خلاص اذا كان اي من المدا اي من المداخل بتاعتها يعني اي واحد من المداخل او كلهم لما يكون اشاره الدخل اللي عليه بواحد فالخرج هنا في الحالة ديت هيكون واحد وما الخرج هيبقى صفر إمتى؟ لما يكون جميع المداخل بصفار نروح بقى البوابة التالتة اللي هي اسمها إيه؟ بوابة العاكس أو بوابة النفي خلاص اللي هي اسمها بوابة نط أنا لسه قايل لكم من شوية إن بوابة نط هي بيكون ليها دخل واحد وليها خرج واحد. والبوابة دي من اسمها بنقول إن هي بوابة العاكس أو بوابة النفي يعني معناها انها بتعكس الاشاره إشارة الدخل لو كانت بواحد يبقى الخارج على طول يبقى بصفر. ولو كانت إشارة الدخل بصفر يبقى الخارج على طول يبقى بواحد. طيب تعالوا نبص كده مع بعض ونشوف الكلام اللي إحنا قلناه ونشوف الرمز المنطقي والدايرة بتاعتها. تسمى بوابة العكس ببوابة النفي أو المتمم ويمكن تمثيل هذه البوابة بمفتاح يدوي هنسميه إيه؟ يشغل يشغل ملف مغناطيسي على التوازي مع مصباح كهربائي. اه ادي آه الدايره آه. مفتاح اللي هو ايه؟ وملف مغناطيسي بيشغل مين؟ اه متوصل على التوازي اهوت مع المصباح الكهربائي. طيب تعال نشوف كده الاحتمالات هم احتمالين اتنين بس. يعني اشاره الدخل يا اما المفتاح يبقى موصل يا اما فاصل. شوفوا كده اللي هو الايه؟ اللي هو بيعبر عن الدخل. بنقول وضع المفتاح لو فاصل اه المتمم اللي هو الملف يعني المغناطيسي مش هيشتغل فهيكون فاصل، وبالتالي مفيش تيار هيمر للمصباح فيكون آه سوري لو لو وصلنا وضع المفتاح وضع المفتاح لو كان موصل خلاص فاللي هيحصل هيفصل الملف دوت هيولد مجال مغناطيسي فيفصل النقطتين اللي هم بتوع بيه ويفصل التيار الكهربي والمصباح يكون مضيء ماشي لو كان المفتاح موصل يبقى المفتاح لو كان في حاله توصيل ايه اللي هيحصل الملف هيجذب الريشه ديت لاسفل ويفصل التيار الكهربي فالمصباح يكون غير مضيء اللي هو الاحتمال اللي تحت ده طب لو كان بقى المفتاح فاصل ايه اللي هيحصل يكون الريشه دي موصله فالتيار يمر كده للمصباح ويكون مضيء يبقى هو بيعكس الحالة بيعكس الوضع تاني بنقول وضع المفتاح لو كان المفتاح فاصل ها مفيش طيار لو مفيش طيار هيمر للملف وبالتالي الريشة دي هتكون موصلة فوق فالمصباح يكون مضيء المفتاح لو كان موصل ايه اللي هيحصل ها المصباح هيكون غير مضيء لان الملف في الحالة ديت هيعمل مجال مغناطيسي ويجذب الريشة الاسفل فيفصل التيار الكهربي عن المصباح الرمز المنطقي وجدول الحقيقه لبوابه العكس البوابه زي ما قلنا ليها دخل واحد فقط وادي الرمز المنطقي بتاعها مثلث وليها دخل واحد اللي هو A والخرج واي الواي هنا هتساوي ايه A داش يعني عكس اشاره الدخل الدخل لو بواحد يبقى الخارج صفر والدخل لو كان صفر يبقى الخارج يبقى واحد قدامنا هي الاحتمالات هم احتمالين اتنين اهو صفر وبعدين واحد طيب لو كان الدخل بصفر يبقى الخارج بواحد الدخل لو كان بواحد يبقى الخارج على طول بصفر الدائره الالكترونيه لبوابه نوت طيب نبص كده ادي البوابه عباره عن ايه زي ما احنا شايفين ترانزستور موصل بطريقة المشاع المشترك خلاص والترانزستور هنا بيعمل كمفتاح الكتروني والقاعدة بتاعته متوصلة عن طريق المقاومة اللي هي ار واحد بمفتاح ليه وضعين الوضع الاولاني واحد اللي هو بالطرف الموجب بتاع البطارية والطرف الثاني الصفر اللي هو متوصل بالارضي والخارج بناخده من على طرف المجمع بتاع الترانزستور اللي هو طرف الخارج واي. بنقول عند توصيل مفتاح الدخل على الوضع واحد يصل الجهد الموجب الى قاعده الترانزستور. الجهد الموجب كده بتاع البطاريه يمر كده من خلال المقاومه ار واحد الى مين؟ قاعده ترانزستور. فيعمل الترانزستور في حاله او مرحله التشبع ويمر اكبر تيار خلال المقاومه ار 3 اللي هي المقاومه اللي موصله مع مجمع الترانزستور اللي فوق. وبالتالي الجهد على المقاومة R3 هيكون كبير لكن الجهد المتبقي بقى اللي هو عند طرف الخارج الواي اللي هو ما بين المجمع والمشاع هيكون الجهد ده صغير جدا ويقترب من الصفر وده يقابل المستوى المنطقي صفر الحالة الثانية لو احنا وصلنا المفتاح على الوضع صفر اللي هو الطرف الارضي فالترانزستور هنا هيكون في حالة قطع ومش هيمر تيار خلال المقاومة اللي هي R3 وبالتالي جهد الخارجة على أطراف الترانزستور هيكون كبير وده يقابل المستوى المنطقي واحد وزي ما احنا شايفين كده بنعبر بقى عن إشارة الدخل والخارج بالنبضات نبضة الدخل اهي هنا صفر ولما تكون فوق كده عند المستوى العالي فنقول بواحد إشارة الخارج بقى العكس اه الخارج اللي هو عند مين عند مجمع الترانزستور اللي هو الطرف واي بصوا كده لما كانت اشاره الدخل فوق بصفر ها آه الخارج تحت بايه بواحد واشاره الدخل فوق لما كانت بواحد ها آه؟ تحت بقت بصفر يبقى بوابه نوت اللي هي بوابه العاكس بتعمل ايه بتعكس الاشاره اشاره الدخل يعني تاني بنقول عند توصيل مفتاح الدخل على الوضع واحد يصل الجهد الموجب إلى قاعدة الترانزستور ويعمل في مرحلة التشبع ويمر أكبر تيار من المجمع إلى المشاع وينتج فرق جهد كبير على طرفي المقاومة R3 وبالتالي الجهد المتبقي بين المجمع والمشاع يكون صغير جدا يقترب من الصفر وهو يقابل المستوى المنطقي صفر العكس بقى طب بنقول نستنتج اهوت ان الدخل لما كان بواحد الخارج يبقى بصفر. العكس عند توصيل المفتاح في الوضع صفر يصبح الترانزستور في حاله قطع ويصبح الخارج يساوي واحد. طيب كده احنا خدنا او اتكلمنا على الثلاث بوابات اللي هم يعتبروا الثلاث بوابات الاساسيه اللي هي بوابه اند بوابه اور وبوابه نوت. في بوابات تانيه بقى بتكون مركبه. زي مثلا بوابه نند وبوابه نور. بوابه نند ديت هي بتتكون من ايه؟ كانها بوابتين. يعني كلمه نند اختصار لنوت اند. يعني بتتكون من بوابتين. بوابه اند ونحط في الخارج بتاعها عاكس اللي هو نوت. فتبقى على بعضها اسمها نوت اند او نختصرها لكلمه نند. اللي هي بوابه نفي و. طيب دي فكرتها طبعا ان هي هتكون عكس بوابه اند، بوابه اند كانت بتضرب اشارات الدخل. طب بوابه نند هتضرب وبعدين تعكس معناها ايه؟ لو كانت اشاره الدخل مثلا اشارات الدخل واحد وصفر. لما نيجي نضرب هنقول ايه؟ واحد في صفر بايه؟ بصفر. طب اشاره الخارج بقى بتاعت بوابه نند. تتعكس تبقى واحد طب لو كان المدخلين بواحد لما نيجي نضرب هنقول واحد في واحد بواحد بوابة نند خارجها يبقى ايه في الحالة دي احنا قلنا بتعكس الاشارة فبدل ما الخرج واحد لا يبقى صفر يبقى احنا نضرب وبعدين نعكس الاشارة تعالوا نبص مع بعض كده ونشوف الرمز المنطقي لبوابة نند وجدول الحقيقة طبعا زي ما احنا شايفين بوابه ناند الرمز هو بيشبه بوابه اند بس زودنا الدايره الصغيره اللي قدام دي ودي بتعبر عن مين؟ عن العاكس. الداخلين A و B الخارج واي طب الخارج هنا الواي Y هيساوي ايه؟ A في B داش الشرطه الطويله اللي فوق دي معناها ان انا بضرب الداخلين اشارات الدخل والناتج اعكسه. طيب بص بقى كده على جدول الحقيقه عشان هما داخلين اتنين هيبقى عندي أربع احتمالات. ها نكتب كده عند الأي صفر واحد صفر واحد عند البي صفرين واحدين. لكن إشارة الخارج بقى ها احنا قلنا هنعمل إيه؟ هنضرب وبعدين نعكس. اضرب كده صفر في صفر بصفر. عكسها يبقى واحد. واحد في صفر بصفر برضو، عكسها يبقى واحد. التالتة صفر في واحد بصفر عكسها برضو واحد. الأخيرة واحد في واحد بواحد عكسها يبقى صفر. طيب نروح للدايرة الإلكترونية لبوابة نند وزي ما أنتم شايفين كده هي بتتكون من إيه؟ إحنا قلنا إنها بتتكون من بوابة إند وبوابة العاكس. يبقى الدايرتين اللي إحنا خدناهم في الأول آدي النص اللي على الشمال ده كده اهو اللي انا بشاور عليه ده اللي هم من عند المقاومه ار والموحدين دي واحد ودي اتنين والمفتاحين دول كانوا بوابه ايه؟ كانوا بوابه اند. خدنا خارجها اهو ووصلناه لنص الدايره اللي على اليمين اللي هو مين؟ من اول ار واحد كده ار واحد وار اتنين وار تلاته والترانزستور ده كان مين؟ كان تركيب بوابه نوت. يبقى على بعضها كده يبقى اسمها ايه؟ نوت اند او ناند. بوابة نند برضو ممكن يكون ليها ثلاث مداخل زي ما احنا خدنا طيب تعالوا بصوا كده ادي الرمز المنطقي لبوابة نند لها ثلاث مداخل A و B و C والخارج واي الخارج هنا الواي هتساوي ايه A في B في C وبعدين نحط داش يعني معناها ان انا هضرب اشارات الدخل وبعدين اعكس طب هيبقى في كم احتمال 8 ليه عشان عدد المداخل 3 يبقى هنقول 2 أس 3 بكام؟ 2 أس 3 ب 8 الاحتمالات بقى زي ما خدناها برضو هنقول إيه؟ 0 1 0 1 0 1 0 1 ده مين؟ الدخل الأولاني طب الدخل الثاني البي صفرين واحدين صفرين واحدين تحت بعض اهم طب الثالث أربع اصفار أربع وحاية إشارة الخارج بقى عشان ما تغلطش اعمل إيه؟ اضرب يعني قول واي خلاص؟ اللي هي الواي دي اللي هي كانها مين؟ اللي هي بتاعت بوابه ايه؟ اند تمام؟ واي داش اللي هي بتاعت بوابه نند وصلت؟ يبقى انت كده اضرب اهوت صفر في صفر في صفر بصفر عكسها يبقى ايه؟ واحد يبقى الخارج اللي انت عايزه خلاص اللي هو الاخير اللي هو ايه؟ اهو ضربنا وبعدين عكسنا الاشاره. طيب اللي بعديها واحد في صفر في صفر بصفر برضو لما نعكسها تبقى بواحد وهكذا بقى وانت نازل كل الاشارات طالما اي دخل فيه صفر في اشاره بصفر صفر في اي حاجه بصفر لما تيجي تعكسها تبقى بايه بواحد ما عدا اخر احتمال بس اللي هو جميع اشارات الدخل بواحد يبقى نقول واحد في واحد في واحد بواحد لما نعكسها تبقى صفر طيب في عندنا برضو بوابة اللي هي بوابة نور خلاص احنا خدنا بوابة اور اللي هي كانت بوابة الجمع في بوابة تانية عكسها اللي هي اسمها ايه بقى نور او نوت اور يعني معناها ان البوابة دي هتعمل ايه هتجمع وبعدين تعكس اشارة الخارج تمام برضو البوابة ممكن يكون ليها داخلين او ممكن يكون ليها برضو ثلاث مداخل الفكره فيها ان احنا زي ما قلنا ان هي هتكون عكس بوابه اور بوابه اور كانت بتجمع لكن بوابه نور تجمع وبعدين تعكس اشاره الخرج تعالوا نشوف الرمز المنطقي وجدول الحقيقه لبوابه نور اهو برضو نفس الرمز بتاع بوابه اور بس زودنا زودنا في الخرج الدايره الصغيره ديت خلاص الدايرة الصغيرة دي اللي هي معناها العاكس اللي هي مين العاكس طيب يبقى انت ليها داخلين همك ايه و ب والخارج اللي هو الواي الواي هنا هتساوي ايه ايه زائد ب داش ايه زائد ال -B داش يعني معناها تجمع وبعدين وبعدين تعكس طيب أدي إشارات الدخل ها الإيه صفر واحد صفر واحد طيب ال -B صفرين واحدين طيب تعالوا بقى كده نشوف الخارج احنا قلنا هنجمع وبعدين نعكس صفر زائد صفر بصفر عكسه يبقى واحد طب اللي بعديها واحد زائد صفر بواحد عكسها صفر صفر زائد واحد بواحد عكسها صفر واحد زائد واحد بواحد عكسها برضو صفر طيب الدايرة الإلكترونية لبوابة نور برضو لو بصينا كده على النص اللي على الشمال اللي هم المقاومه ار والموحدين دي واحد ودي اتنين والمفتاحين دول كده كانوا بتوع بوابه ايه؟ اور والنص اللي على اليمين اللي هو من عند ار واحد والترانزستور 2 اتنين وار تلاته دي كانت بوابه العاكس اللي هي نط. طيب بوابه نور ممكن يكون ليها تلات مداخل زي ما احنا قلنا. تعالوا نشوف كده الرمز المنطقي وجدول الحقيقه لبوابه نور اللي ليها ثلاث مداخل برضه هيبقى الخرج بتاعها اللي هو الواي هيساوي A زائد ب زائد سي وبعدين داش يعني عاكس في الخارج يبقى معناها تجمع وبعدين تعكس برضو ادي اشارات الدخل في جدول الحقيقه كام احتمال؟ انتوا حفظتوها بقى ثمان احتمالات 2 أس 3 ب 8 عشان ليها ثلاث مداخل. الأي هتبقى صفر 1 صفر 1 صفر 1 صفر 1، البي صفرين واحدين صفرين واحدين، ال C أربع أصفار وبعديها أربع وحايد، الواي أه الخرج بقى هنا نشتغل كأنها بوابة أور يعني نجمع وبعدين الواي داش نعكسها اللي هي يبقى الخرج بتاع مين؟ بتاع بوابة نور. يبقى اجمع الأول كده صفر زائد صفر زائد صفر ها بصفر. طب العكس بتاعها يبقى ايه؟ يبقى واحد. طيب واحد زائد صفر زائد صفر بواحد عكسها صفر. صفر زائد واحد زائد صفر بواحد عكسها صفر. كل الاحتمالات طالما في اي دخل قيمته بواحد يبقى على طول الخرد اللي هو الواي ده بواحد ويتعكس يبقى صفر. يبقى معنى كده ان بوابه نور هنا الاحتمال الاولاني بس لما تكون اشارات الدخل كلها بصفار الخرج بتاعها هيبقى واحد لكن بقيه الاحتمالات كلها بصفار ولو لاحظنا هنلاقي ان الخرج هنا بتاعها عكس مين عكس بوابه اور طيب في بوابه اسمها بوابه اكس اور او بيسموها بوابه او المنفرده البوابه ديت ها بيطلق عليها بوابه عدم التكافؤ او بوابه عدم التشابه يبقى بوابة اكس اور البوابة دي بنقول عليها بوابة ايه؟ بوابة عدم التكافؤ ليه؟ علشان اشارة الخرج بتاعتها تكون بواحد امتى؟ لما يكون اشارات الدخل مختلفة لما تكون اشارات الدخل ايه؟ مختلفة يعني يكون احد المداخل بواحد والثاني بصفر في الحالة ديت الخرج بتاعها يكون بواحد طب لو كان المدخلين بتوعها متشابهين يعني المدخلين بواحد او المدخلين بصفار فالخرج هنا في الحاله ديت يساوي صفر علشان كده البوابه هنا بوابه اكس اور بيطلق عليها بوابه ايه بوابه عدم التكافؤ او عدم التشابه وبيطلق عليها كمان بوابه ايهم ايهما وليس كلاهما يعني معناها ايه معناها ان لو احد المداخل قيمته بواحد خلاص والتاني بصفر يبقى كده هيبقى فيه خرج بواحد طب لو كانت داخلين بوحيد، الخارج هنا هيبقى بصفر طيب تعالوا نشوف كده مع بعض الرمز المنطقي وجدول الحقيقة لبوابة اكس اور ها احنا لسه قايلين اهوت بتسمى بوابة عدم التكافؤ علشان اشارة الخارج تكون بواحد عندما تكون اشارتي الدخل ايه مختلفين يعني واحدة تكون بواحد والتانية بصفر وبتسمح بوجود إشارة قيمتها بواحد عند الخرج عندما يكون هناك عدد فردي من الآحاد عند الدخل ولذلك بيطلق عليها دائرة اختيار الأرقام الثنائية الفردية ودي هتبان أكتر في بوابة إكس أور اللي ليها ثلاث مداخل يعني لو كانت الثلاث مداخل كلهم بواحد إشارة الخرج هنا في الحالة دي هتبقى بإيه؟ هتبقى بواحد رغم أن كلهم متشابهين بس هنا عدد الاحاد اللي موصله في الدخل ايه؟ فردي، ثلاث وحايد فعدد فردي. فبالتالي الخرج بتاعها هنا في الحاله دي يبقى بواحد. الرمز المنطقي لبوابه اكس اور او زي ما احنا شايفين كده تشبه بوابه اور بس في قوس اللي احنا بنرسمه ايه؟ ورا كده. ليها داخلين ايه وبي والخرج واي. الايه؟ هتبقى صفر واحد صفر واحد البي صفرين واحدين. اشاره الخرج زي ما احنا قلنا لو كان الداخلين متشابهين صفر وصفر يبقى الخارج صفر. ولو كانوا مختلفين يعني واحد وصفر يبقى بواحد، طب لو كان صفر وواحد مختلفين برضه يبقى الخارج بواحد، الأخيرة واحد واحد متشابهين فالخارج يبقى صفر. والعلاقة الرياضية بتاعتها بنكتب الواي بتساوي ايه أو زائد ونحط عليها دايرة كده ها اللي هي إكسكلوزيف بي. يعني الأي والبي غير متشابهين الدايره المنطقيه لبوابه اكس اور اه يعني بوابه اكس اور دي هي بوابه مركبه زي ما احنا شايفين بتتكون من ايه بوابتين اند ها وعاكسين العاكسين دول مره يكون العاكس عند الدخل البي ومره يكون عند الدخل الاي بالنسبه للبوابه الثانيه وخارج بوابتين الاند دول متوصل مع بوابه اور فيبقى العلاقه الرياضيه بتاعتها احنا لسه كاتبينها قلنا قلنا ان الواي بتساوي ايه اكسكلوزيف بي خلاص اللي هي زائد وعليها دايره معناها ايه في بي داش زائد ايه داش في بي يعني معناها مره الايه والبي مضروبين في بعض بس البي عليها عكس زائد الايه والبي برضو مضروبين في بعض بس المره دي الايه هي اللي عليها العكس بوابة اكس اور اللي ليها تلات مداخل طبعا زي ما احنا شايفين جدول الحقيقة هيبقى برضو في تمن احتمالات الدخل الاولاني الايه هنكتب صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد البي صفرين واحدين صفرين واحدين السي اربع تصفار اربع واحد اشارة الخارج بقى في الحالة دي مش هنحفظها ها احنا اتفقنا ان لما يكون في عدد فردي من الاحاد موصل في الدخل يبقى الخارج هيبقى بواحد طب لو كان عدد الاحاد زوجي الخارج يبقى صفر تعالوا نشوف كده الاولانيه صفر 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 الخارج صفر طب اللي بعديها واحد صفر صفر اه واحد بس والواحد هنا ايه فردي فيبقى الخارج بواحد طب الاحتمال الثالث صفر واحد صفر برضو عدد الاحاد ايه فردي واحد بس يعني فالخارج برضو يبقى بواحد بص بقى الاحتمال الرابع ها واحد واحد وبعدين صفر هنا في وحدين يبقى عدد الوحايد زوجي يبقى الخارج هنا في الحالة دي يبقى صفر اللي بعديها صفر صفر واحد آه عدد الوحايد فردي واحد بس فيبقى الخارج بواحد اللي بعديها واحد صفر واحد آه في وحيدين اهو واحد ها وفي واحد كمان اهو يبقى كده ايه عدد زوجي وحيدين يبقى الخارج بصفر اللي بعديها صفر واحد واحد اه وحيدين برضو يبقى عدد زوجي يبقى الخرج برضه بصفر الاحتمال الاخير واحد 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 ثلاث وحايد وثلاثة عدد فردي يبقى الخرج هنا يبقى بواحد طيب كده دي بوابة ايه اكس اور. في بوابة كمان اسمها بوابة اكس نور يبقى زي ما احنا خدنا كل بوابة وعكسها برضه بوابة اكس اور. في برضه بوابة عكسها اللي هي اسمها بوابة ايه اكس نور بوابه اكس نور يعني برضو تركيبها هيبقى كانها بوابه ها كانها بوابه اكس اور ونحط عاكس في الخارج بصوا كده بسرعه على الرمز المنطقي وجدول الحقيقه لبوابه اكس نور ليها داخلين اهمت اي وبي والخارج واي الدايره الصغيره اللي في الخارج دي معناها العاكس وبرضو التعبير البوليني العلاقه الرياضيه قلنا الواي بتساوي ايه اكسكلوزيف بي ها ونحط عاكس فوق يعني معناها زي بوابه اكسور بس نعكس الخارج. بصوا كده مع بعض ادي الدخل الاولاني اللي هو الايه؟ صفر واحد صفر واحد البي صفرين وبعدين واحدين. هنشتغل على انها بوابه اكسور وبعدين نعكس الخارج. يبقى اكسور ها لما كان الدخلين اهو صفر وصفر متشابهين يبقى الخرج صفر. نعكسه يبقى بواحد. يبقى بواحد. الدخل الثاني خلاص او الاحتمال الثاني ها كان واحد وصفر بوابة اكس اور يبقى بواحد نعكسها عشان اكس نور تبقى صفر الاحتمال اللي, اللي بعديها صفر وواحد ها يبقى بوابة اكس اور خارجها يبقى واحد نعكسه يبقى صفر الاحتمال الاخير واحد واحد لو بوابة اكس اور هيبقى الاثنين متشابهين اهو فيبقى الخارج بايه؟ بصفر نعكسه في بوابة اكس نور يبقى بواحد آه طبعا بوابة اكس نور ممكن يكون ليها برضو ثلاث مداخل بصوا على جدول الحياة بسرعة كده اه انتوا خلاص فهمتوه على الشاشة في نص د... اقل من نص دقيقة اقل من نص دقيقة بصوا عليها بس بسرعة كده عشان يبقى خلصنا البوابات المنطقية بالكامل خلاص برضو هنشتغل عليها اه ليها ثلاث مداخل خلاص والخرج هنعتبره كأنه اكس اور وبعدين نعكس في بوابة اكس نور تمام؟ كده احنا خدنا جميع البوابات المنطقيه النهارده وعرفنا فكره عمل كل بوابه منهم وجدول الحقيقه والرمز المنطقي وطبعا يعني لما تيجوا تذاكروهم ما تذكرهمش كلهم مع بعض مره واحده وخصوصا لو كان لسه بتذاكرهم لاول مره عشان ما تتلخبطش قسمهم كده عشان تقدر تفهمهم وتستوعبهم كويس وربنا يوفقكم واشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته